شكون؟ شوي شبيه؟ مخش 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 انت شبيه؟ ماش خايف؟ سلام صفاء اخويا بارد الليلة اسمعني يجري يكا تو تعدى منا سبورتيف السرد صباح الخير مشي ولا مشي ولا مشي ما تخافش صافا صافا نعطيك حاجة سخونة تشربها قهوة تحب نمشي معاك للمستوصف؟ مش خاص عليها وش خاص؟ نمشي باية معاك طبيبة؟ لا الحق تهبل تسيس فيها هاي طرحت خير من بوها مش بيها عباس يزي ما نحملش فيها هبك هبك فما مشكلة؟ تحب عظم؟ قول عايش ولدي قول قولي شيل لو عندك بنية تحبها في المدرسة؟ ايه با صاحي نزل بك ترسيلك تحب وتجي واحدة تحكم فيه تخلي حد يحكم فيه كبت ريت ناش جادلي ما خلي حد يحكم فيه حتى كي نبدأ نحب صحة لولدي نحن نسيبك نشوف قد بحدي صاحبي انت صاحبي يوسف قد الوقت يا خيش قاعد يا سلام الوقت قاعد في الزراج يستنى بيه يا خالي هاي تمشي يعني نمشي في حل
بيك راجل توم جنى؟ تحسي في روحك في داركم؟ هاي تقعد مش الريح هذي دي ريح تكثر بنت برا مشي دوك برا ما ثماش ماس خوان ماس خوان بارد بارد مش جيه برد من داركم قعد برا مش حسن شكرك كنت ورشك علي هاي هاي ماشي باكا مش شوية ما تبطل شوية ما عنديش حويج راه يا الرهيان عليه نهار واحد خليتكم تسكروا وحدكم هكا تخلوها الدنيا شنو هو ذا يا عيد يا عيدة ايش هاي بتاعك من هنا فزقوم محبوب ساقي توجع من البارح ساقي توجع من البارح الله أعلم عليه مفسوعة ولا لا مش مفسوعة مش طيح ورجيح البارح هذاك بسيت روحك انت شعملت البارح وش عملت البارح عيدة هذي اللي قدامك البارح المرأة في العرس داخلة قادة ولابسة وعاملة صبيغة وحواجبها مرسومين منا لنا وهي تدورها شو تقول لها تولى حضرت المرأة بخلاف الألوان اللي كانت مزينة بهم وجه الألوان اللي في وجهها المكياج زادوا ألوان أخرين ما نعرفهمش أول مرة شو ربيني قلت المنحة خارجة كيكة خايبة خايبه نقول حشمتش وسكتت وخليتها في قلبها قالتها لها في وجهها خايبه خايبه ايه خايبه خايبه نقولها بها خايبه خايبه نكذب خايبه تعيط عمم اللي جو عملناه البارح هكا العروسات ولا لو كل فرق والله يوديها شعرك هيك بالقاسم شكون بالقاسم بيدرو صحيح مش بالقاسم لا بيدرو وتاه حتى اسمه وتاه اما حسيتهم هكا مش يحبوا بعضهم العروسه والعروس كانوا ملزمين عليه ولا كيفاه مش فرحانين هكا حسيتهم وزيد هي قدمت لها هي العروس قدمت لها بشنبوس هنسلم عليها بعدت هكا ودرك كيفاه عملت تهدم سلمها عيد غير بوبا ماليه بوبا ماليه غيرها باي برشا كل مره ما عطتهاش تريحه حبت على رجلها كي العقيب ما تبوس فيه على نيتي حبت نفرح له نيتك نعرفها نيتك بوبا غايب لا بوبا مش صغيره نعرفها انا محبوب مش صغير هما ظاهرين مهاونين عليه العرس هكا العروسات ولا لو صار فيه وريت الرشك والفلوس اللي خرجت كي قلنا لهم المستوصف حاجته ماكينه وقت نلموا في الفلوس ما عناش ما في حلناش وربينوه اما توا كي ولدهم باش يسكن مع المراه خرجت الفلوس سبحان الله اسكن خير اسكن نحب اسكن بوبا نحب نسكن احشمه محبوبه والله نحب نسكن يا سعدك النهار يجي ما تحشش وانسي ما تحبش تسكن ما نحبش نسكن الزينه الزينه هو ما تحبش تعرس هكا ويسكر عليكم باب واحد وتبدا الدور بتاعك في دويرتك هكا ربي كينان ناكل في دويرتي ونعرس ونسكن انت محبوبه شكون بيك اي والله صحيح خممتش فيها خممتش فيها اي زايده زايده انا بدي ضد عرس اخت كبيره كوش تزني معاك وين نزك معاك ازاي الناس تفرش الفرش هنا نكركب محبوبه هاي ونرقد بحذاك زايده خاطر الله اعلم مش باش يصير نعرف بالضبط مش باش يصير ما عاد ما يصير هكا دينا ما بدينا نيا دينا ما بدينا اعمل وحدك مال هاي ما عادش صرتوا علي صلوا على النبي ايش بيكم بدينا بناتي حشتي بي اليومين وبعيده نعرف حاسه بيك ميمتي رئيس البلديه قلت له جبنا الاوراق المضامين اما الله غالب ها وشي رئيس البلديه انا شو توك اللي قلت اللي مفرد والمسكوكات المحلوله الى متى يا رب تغرقتنا الى متى وين البلديه اين البلديه نجم انت رئيس البلديه ايش نصرح لهم لقمم ثنا قداش مدينه مش بال حاجه واقف تحب على مضمون وانت تولى جبت لنا المضامين ما عندناش مضامين حاجه ارجع الجمعه الجايه كيف ترجع الجمعه الجايه وهي جايه من البعيد مش بعيده نجم يرقوش بكلها بكلالها 200 متر الو اين هو اي مرحبا حضرت الله يرحم والديك يبشرك بالشهاده اي تي حتى نحن الطبيعه كلت
لا مش لي مش لي نير لخدمة المواطنين طبعا. هاي وقتاش نجم نجي نهز اليوم نجيك تو برا يرحم والديك هي بشرك بالشهادة. نشفى نجم نعم الكهرباء حضرت هاي يا سلام مبروك وجد مبروك يا حاج والله مضمون اش عملنا فيه ارجع شرجه شنو هذاك يا خالي فليو نفى زلمنا هذا خالي تو باش يمشي قبلك الراجل تاع البارح عرفك نورال اسمه نورال وهاك نشيلو راهو ما يحبش الهضره الزايده سمعت ما هو لاباس عليه خالي يا ربي يزيدو ونرمال هنا الناس ترشق هكاك 100 مليون 120 مليون يرجقوا حتى بال 500 مليون تحسب كان انتم جماعة العاصمة عندكم فلوس كيف كيف على روحك باهي البلاد خال اي حل الراديون حل قدوا لها شوية كاسات اي حسنوا له الريزوت ولا روعة زيد شوي في الراديون زيد ما بنسموش بعضنا خالي قلت لك زيد شوي في الراديون من ميك لراسك كبر انت شبيه انت راسك صغير سيبني خي يا اخي واحد واحد ياكل يمكن فرحان بها يا واحد ياكل مقلق تتفرج تفخت ولا برميل الواحد انا راسي ما عندي بالكومباس وانت راسك ما عندي بالخبز بالخبز ولا حتى بالزيتون وخي كجت الدنيا دنيا راني تو رابور معروف وراني في العاصمه وراني يكون عندي غنيات عاملين 50 60 الف والناس يمكن ريت تتصور معايا وراني هكا هكا الناس بي خير الوقت وخي تحلم ياسر انت فرحات قلت لك لموا سوار دون قدموا نحر انت راسك مسكر انا قلت لك قاعده هنا على قلوبهم مانيش حارق مانيش خارج منها لبلاش سيل حرق سيل حرق ها يحرق شوافك ما عادش جبتها على شيك انا حرقه تشترها راهي تحت حيوط والاخرين كلهم الحوت ما ريت حد انا لابس عليه غادي خي فرعات ما بقول انت ماكش مطيش تحت الحيوط هنا ولا شبيك يا ودي انا في بلادي فين الحديث نحكوا شوية أنا عيف افتينا عليك شدينا في السيركلاس يوم هاي هو سي محسن مورال مختصر علي ها هو هذا سي يوسف المهندس ولد اختي شوف شوف عجبتك الارض باهي باهي بكدا جوست نعملوا ليتود على الناتور دي سول اما سينو باهي بريك شوف الناتور دي سول شوفوها معناها اما باهي عامل مرمخ قبل الحقيقة أول مرة تموك كريت المرمى مقاري أنت البني ولا يا ذيك هي قاري ما خدمتش قبل ما قاريها قاريها مليح ونعرف كده عامل أخراني قسيت
أما نعرف. أنت تحب تعمل فيها بالضبط؟ نادر. إيه شنو ستاندينغ؟ نقولوا هذه ساحة كبيرة غادي مو يحطوا كل العالم من هنا نعمل قاعة متاع عالمية كبيرة وغاديك متاع رسم هكا تعرف ونعملوها لطاقين كبيرة نعملوها نحن بنينة بنين أي نعملو فرض مرة كيك 44 قسم شنية 44 قسم يشيو كل تلميذ في قسم يبدأوا كعش الشجاج ثلاثة وأربعين باي كيف ما تحب 44 43 معرس أنت وسامة مانيش معرس وتحب تعرس نكونوا بعض نعرس يعني جاي على الفلوس علي جاي على الفلوس يقصد الفلوس تاع المرمل باش تخدم بها إيه لازم عيف غادي العلمي عطيه التسبق أوذوكم 5 ملايين كيس حق تنعطيه فهمنا أسامة يوسف باي تفخير باي أخلط علي شخت مرارة وسمار فعلا يا خالي كيفاش باش نروح هذا ما تنساش تاخذ الصغيرات اللي يلعبوا في الشارع ركز لي عليهم هما الاولين اي ابدا بيهم وارجع لي ايجي إيجي قبل ما نبدو نسجل كي نسألك نقول لك شنو رايك في البادرة اللي قام بها لورا على بناء المدرسة قول لي هو من أحسن الحاجات اللي صارت في رجوج سنين الأخرى ولي لورا اللي راه ما عمره ما ينسى لا بلاده ولا ناس بلاده باهي تشكره باهي شكون نبدو نبدو معه أوكي ولا ناخذ واحد من الصغيرات ناخذ الصغار قبل الخير مرحبا بك منين انت من لهنا ما زلت كي جيت ولد من خالي عباس عباس يخدم على الورال هاي مرحبا بك وبيك بس طبعا بس حق اي حاجه من لهنا بحذيك تحب اي حاجه عليه او كاسكروتيات وماكله تحب حتى تلاف راديوات تليفوني دلي عبوتي خبوت أبقاي هو ناس كل جملة عند الباب كل شيء توف تماش واحد أخت هذي خبوت ثلاثة تحبوا ثلاثة تحبوا زوج تحبوا واحدة تحبوا تطير تيران عندي كعابة مشي خلاص نظيفة تحب مولاتها طبيبة مولاتها طبيبة هاي شوف كذي إجا منا باش تشوف إجا منا باش تشوف يما قول فك الزين تلعيب ها باهي وهذه خدام زايل هذه هذه بهمتين وبغلى
لا لا شفت فيها هذيك اوتوماتيك راهي تركب وترجم فهمت؟ والله ربحتها وفلوسها فوقها والله تشم في ليسونس شمان تشم فيه شمان هاي تقول لي البلاي قداش شدني 6 شهور اطلع 6 شهور شفتها؟ تنقى من الاخر البوب قدام 990 ايش ريتيرن 490 890 ايش ريتيرن 590 790 ما انت بتحكي معي حتى حديث ما ترخش في صاد ها اسمعني انت باي راجل وباين ولد حلال ونعمل حد باش نغش باش نجيك من الاخر انا باش ناخذ عليك 600000 وراهي بلاش اوراق وراهي تعبه شوي اما نقعدوا خي كذا ما خلينا نشوف لك كعبه ما خير باهي ما انت استرجلت استرجلت ما 490 يا تبوتين عنده هاي مبروك عنده هذه وتبعت تو عاش ابوك هاي خدمها خدمها تو تخدم انزل انزل ودور انزل ودور هاي يا نقابل يا قابل الذكر يا البب يا البب ايه راح جاي فرق راح جاي مزلت تكح لف على جنابك جيني تكحكح من بعد المستوصف ماكش ماشي تقرا المكتب بعيد وبر بعيد امشي اقرا على روحك ياكلني الذيب ياكلك الذيب شوك ما يتاكل انت امشي المكتب باش نعطيك سيرو والفراوله شرب شكل كي المره الفات تاع امشي اقرا شوك تعمل تلفح في الشوارع مش نخدم مع باب في مخزن لورال صحابي كل يخدموا غادي نخدم في مخزن لورال ياكلك الذيب خير ما تخدم في مخزن لورال تا ياكلك لورال ان شاء الله ياكلك الذيب ان شاء الله ياكلك لف على روحك لف على روحك يا وجيت نولع في الكانون فحم سخون وحرق لي السورية زين يا زين يا زين يا زين يا امي العبيدية امك لا واختك لا وبوك ما يدورش بيا زين يا زين يا زين يا زين يا امي العبيدية وما نركب شيء مع خليفة ايده خفيفة راهو يغرس فيا زين يا زين يا زين يا زين يا امي العبيدية ها ومشى ها وجا قعد كان يبحلك فيا يا وحلي اللي طلع لي نيز بالله يفك عليا اتفضل عندكم شي سبدريات في البلان وكان ما يبعد شي طو باش ياكل ضربه قويه يا امي العبيديه ما نركبش مع عمار عيونك براه ويخوف فيا وزين يا زين يا زين يا زين يا امي العبيديه هاي ما تبيتوش السلع البرا اليوم عليه غدوه الصباح عندكم خدمه عند ولد الروج ثانية هاي في الثانية وقداش مصوار؟ ها وخلاصكم بالمسبق شنو هو؟ 20 على الراس شبيك؟ شنية 20 5000 الأخروين؟ طيب غاد عليه ديما ديما البلاد عليه هاي الناس كلها من 25 احنا 20 هذاك هو هذاك هو هذاك هو ها وفلوس عيد وين؟ يعني باش نعطيهم لا لا مازلت واحدة أخرى كمل صحيح هاي كيف ما قلت لكم غدوة الصباح بلا ماء وانا فهمتك يا سيدي كيف سكت عليه انت ويقلب فينا عيني عينك
كازا سي عباس مريض كازا كازا كل شهر تزيدوا فينا في المكس ما عادش واصلين هي كان عجبك ريو ميو وضو وحليس يا عباس يا ودي توحل في الماء توحل في اسمع كلب ما تعطيش المكس سربت لهم كان روحك ما كانش العشه نتاعك نز ونرماها في الواد والكلام هذا موجه ليك بالكل اللي ما يدفعش يقلب ركوش بملاها يا سياد واش بيك يا عباس سي حراج صح عليك عباس صح عليك شوف سي محسن انت ما تعرفهمش انت انسان قلبك كبير ولد اسد وباهي اما خليني نعرفهم شوي عندك ذبيحه سخونه عندي ذبيحه سخونه هذه كبدتها هاي هذه كبدتها ماشي سخون جديد جديد ريت سي عباس ريت كي عيطت عليه تول ما عادش فيه تي خلص المكس توقو نال المره الجايه باش نخلص ثاني ومثلث اتكلم نال المره الجايه مش نخلص ثاني ومثلث والله مش نخلص ثاني ومثلث وديره مش سخون فهمت يا ربي شن حب ولاد ركوش ربي يا ربي يا ربي شدي عباس لمهم لف هالكبت اعطي الرجال تاكل هز ادخل داخل نعج ها الدوس نتاع الارض اللي تعاركوا عليها وحاضر نجمو نبداو نخدمو اللي هديك يا ناصر قلت لك انت اعملهم الرابورات باهي خلي عليك تو نكملوا انا اما هذا راهو حاضر ونجمو نبداو نخدمو قداش في الشهر اليوم 16 يعطيك الصحه ونهار 14 صارت الحكايه والله قلت نسكر الدوسيات على الشريف باه تشريف جماعه الهورال عفسوله لنا عجيتي قلت لهم لي يا سي شريف كيفاش عرفت اللي هما تابعين للورال؟ نعرفهم بالوجه نعرفهم واحد واحد وين صارت الحكايه؟ صارت على الطريق في بعض الوقت كان نخرج نمشي نشدهم تنجم تتعرف عليهم؟ نجم نتعرف عليهم نعرفهم وانت كي صارت الحادثه معاك شهود؟ لا معايا حد قرب ما الحكايه فارغه ما نجمش نحل محضرنا كان عدزه هذه كل واحد يجي يشكي من اهل رقوش نعدي الناس الكل الحبس حكايه فارغه سي شريف مش اول مره لي هذه ديما حكايه فارغه اي خليفتك على ربي تامن انت بالقضاء والقدر نامن بالقضاء والقدر هكا ودفع الله مكان ما ماهيش خدمه يا سي شريف احترم روحك برا اخرج اخرج يا الله ولا من الوكيل سي شريف بصراحه ما تجيش الخدمه هكا مش تجي مالا سي ناصر الخدمة ونطبقوا القانون نمشيو نخرجوا نشدوهم نجيبوهم نستجوبوهم هنا يا جماعة ونعملوا له مكافحة مع السيد هذا هذاك شنعرف أنا مالا سايب عليك من حكاية الفارغ يا سي ناصر لا بعد 35 سنة في السلك فهمت اللي القانون تفوتوا الحكمة خاطر القانون ما عندهاش مخ القانون هذاك قريته أنت في الكتب إحنا اللي نطبقوا في القانون ربي جعل لنا مخ باش نوزنوا ترد الوع تجي للوع لما القانون ما عندوش قلب زاد والبهاوى ياسر عند الناس تولي ضعف هذاك شنعرف حتى انا سي الشريف باهي اوكي يا امي اوكي يا زكري اعطيني خويا حاجه هكا ورقه حاجه نكتب فيها باش نعمل اعلان نعلقه هنا بلا كل شيء موجود عيش انسيم
شاطلة ما حل الباب خلاص. هاي صح الدينار. شنو هي رايك في الميكانيكا؟ لا حلو جديدة ذي. هاي هاي لا ظاهرة هاي لا جديدة هاي. شوية دينا برك مهنة كلمت جماعة. هاي هاي ناقصة كان هذيك. أتركي نعمل بك دورة في السويني؟ شو تعمل بيا دورة في السويني بقرهبة الحاكم الديناري؟ شنو هي المشكلة؟ الكهرباء لازم تيني. انا قلت انت اول واحده انت شنيها الكربه دي. هيا هيا مقوى سعد كان سيما. هيا ارقد انت. تينا نحب نعيشك في العز. نه من هنا الديناري نحب تمرمي هكاك خلقني ربي نحب تمرمي. هبتي خدمي مخ كان سيما دينار والف مني تمناني يا وانت سيبتهم للف وجدني لي انا. طب اشترقي ولا لا راني كان حطيت لها كاترياب وندهت راني ماش نجم نحبس راضي فيها كاترياب ما زي الديناري. هاي تراور هات له شوف شوف هيك الكراسي وشوف هيك البوطه فيتاس الله حلو. ها وين هادي شي شي ياسر ياسر هم جاي هم جاي كي 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 هاي تلقاني في السوان يخلط علي الديناري يتحل. ها واش معك عنا باش نبنيو مرمى اللي يحب يجي يخدم مرحبا بيه خاصة القدعان. ها وين كريت يا فندم؟ الحمد لله يا ربي بعنا السلعة الكل اليوم. احكي لي من البرج عثمان تعرف شي خدامة هنا؟ يسيبنا من الخدامة احكي لي على الماكينة بيه مشيت معاك؟ كيف اش قولك؟ عندي مرمى هاي خدامة لهنا؟ لا لا ماشي خدام يخدموش نخزن لهم قاعدين هذا ما خدامه هذا ما كان النوم والماكله والديه يا بابا خاي الباب يشوف لي على الاقل الباب بسلي الباب احكي للناس مبروك البنيوله يا صاحبي مشيت معاك هيا شنو بدوف الهرج بحذاك والله وكيفك برجولي شقاورك في الميكانيك كعبة خرجت عليك صح أربع زويل هذا يا راجل أبوي اسمع الشخرة الذكر أي معلم أي ومعها يقولوا واقي مزوط بلوشي 500 تيترا في الشهر هنا لبنان يا خويا يا أبوي 500 تيترا باش تنجم تكملهم في شهر أنت أنت عشرة ثلاثة تدور بيهم راكوج الكل كنت عادك تعرف شكون يحب يشري بنوات مازوت يعني نابح ذاك ملها مقصة هاك عادة الليلة ندني لها عرس باش نحتفل بالكرهبة الجديدة عندي في الدار تستاهل ما استدعي الأحباب ولا صدق هاك ما استدعي حتى انت انت المقاول باش يبني المدرسة؟ اي فما خدم معاك هاي ثمبة ومش بناء المدرسة هنا في رجوجة هاي جي نجي اما نجم نجيب خويا معايا هاي هو ما شاء الله كيف هكا معناها هاي نبيها تواما هاي بتفهمين اسمك اخوي يوسف هنا اسمي فرحات تشرفوا فرحات تشرفوا عايشوا نجيك لهنا هاي انت اخوك هاي تنجيك لهنا وياه اشرب حاجة عاد تفضل كي رحمة دي او فرحات شيخ تحس في روحك تو والله لاباس دكتورة خيط ساعات نتاع خلاص اما ساعة النوض تقولش عليا نكذب كهو نولي نقضي ونلم في الدار وكهو باش نعمل لا لا توا فترة صعيبة بريود صعيبة تواظب على دواك ترتاح ترتاح ما تقضيش في الدار جملة جملة دكتورة ما مس شيء لا اما سي سيريو سي سيريو يعني جيتك فترة صعيبة بريود صعيبة جاي بريود صعيبة كيفاش صعيبة دكتور؟ دواء صعيب مش تتعب بس روحك تعبها فاشلة ردان شعرك مش يتيح مش يتيح شعرك الكل؟ كل كل مش عاود يطلع؟ عاود يطلع عاود يطلع صبر تواظب على دواك دواك ما تنساش انا الحق الحق دكتوره امبارح وصيت محسن باش يشري لي علوش نصدق قال سيدي برقوش يا اخي شري لي عاصي
والله كان تشوفي كيفاش الدكتورة معايا من اللي مرضت الحق القضية الطبيب ولا سيس فيا والله الحمد لله كان مش من هو الشاهد اللي راني في حال إيه هو ما سيس سريع كما وصيتك بروحك نجم نخرج ساعة ساعة دكتورة عم دورة في رجوش شوي 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 مارش في بالك يا دكتورة أنا كبرت في رجوش راه ساعة ساعة نحب نجي نعمل دور روتين مستوصف مش مرض أما نفرح خاطرني جاي الرقوش حليلي فضحني كم وحس معصاب من قبلك هو يزمر سمحيني دكتورة خلاص هكا هو يزمر يزمر هكا هو كيف وصيتك عايشك يسلم يا منير نعم يا منير إجا خرج ناجي الله يبارك العادة ما تحبش تدخل معايا تعرفني ما تيجيش هاي سيسا سيسا روح وينك يا مولي لباس الحمد لله مولك طيبة إن شاء الله ذاك حال لباس العائلة لباس الحمد لله ويل شدة في ربي تستحقين حاجة لاباس 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 شو قلت لك تبي؟ شر لاباس ساعة غير بعض قلت لك شر لاباس شو تحب تقول؟ شر لاباس برا العيفة سلام حاج بس بشكون حاجتك حاجتك بسي الشريف سي الشريف ايه ها وجهك اه لا بحليمة اه لا بيك فرحانة عاد جلال ارجع لك اش حاجتك حاجتي بوليدي اش بيه ولدك ولدي ضاع ضاع من وقت ايش ضاع مشي العرس ضاع مروحش العرس تاع البارح ايه انت يروح يا اخي صغير هو ليه متحير علي باي حاولتوش تتصلوا بيه لبطه في التليفون ما هزش علي تليفونه مسكر يبالك كمل بحث الذكري ولا حاجه ما نعرفش ما سمعش كون شافو ما سمعش حد حد ما تخافيش ما تخافيش تو يروح انا نتذكر اول ما حرق بقيتي 5 سنين ما تعرفيش عليه وين برمشي يروح تو نخرجوا دوريه تفركس عليه تو نخرج فيها انا الدوريه باهي نمشي نسأل نتفقد ماشي حاجة يا ودي لا دورية لا شيء تو جات عليك نمشي نخرج دورية تمشي تفركس على واحد مشى يكمل في سكرته ولا شيخته مع أصحابه اللي متوحشينا لا يظهر لي الحكاية فيها إن أنت سمعت بترح الرمول البارح اللي عملوه أنا رمو الرمول اللي عملوا الزمقري والورال الملاين حتى هي شنو تقصد؟ ما نقصد شيء سي الشريف هبت رجليك هبت فز 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 انت ما بتحبه كان على الكركة شبيك شفم شفم ويلو فوق عمر يا عمر واه عمر ايجي سمعتوا بها المرمى اللي في رجوش مرمى شنو تي سمعت بها المرمى ما مشيت القهوة الصباح لقيت مقاول ولا مهندس اسمه يوسف وطالب خدام مازال هي يمشي هي كلمت علي انا وعمر هي برا عمر لا امي نخدم في المرام ما نحبش المرام نحب نخدم في بير وتظلي كليماتيزوري بدا يضرب هي يضرب كثار عمر قال له خلي الله العظيم لا مش نفاق يا اخي انت اش سخاي روحك بالك اش سخاي روحك جاني يور ولا جن فورماتي ها ساعه انت بانك نتاع مرام
مشني فاهم نا مشني فاهم انا متى باش نقعد نصرف عليكم يا ميلاد وخيزي قتلتنا بالمصروف ما تفهمين الناس كل يوم ما تصرف علينا يزي انتم على كلمتين شعرت في بعضكم كرهتها اقعدي انت ديما دليهم هكاك اقعدي هي ماني ندللهم كما دللتك عمر يصلح رايك هاي نمشوا نشوفوه السيد هاي برا هاي مشني ماشي نا برا مشي انت يصلح رايك ما نحبش نا المراه برا انت يا برا دور دمك هاي نين نين ما نحبش نمشي سيوس فرحات هلا بيك هلا مرحبا يا اخوي عمر اللي قلت لك عليك هاي باهي مرحبا بيك عايش عمر عمر مش عمر عمر باهي فرحات عمر نعرف نحكي وحدي عندكم بطاقة تعريف؟ لا مازلنا ما طلعناهمش اما لازمين لا 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 تجيو تخدموا مش مشكل وقت ايش؟ مش مشكل تجيو تخدموا وقت ايش نبدو؟ تلموا هنا ديما هنا انطلاق من هنا عمر فرحة طيب متفقين يرحم والديك وربي يفرجها معك سلم على هاي في الامان في الامان في الامان وين هو اللي بعد سلام سلام منين انت؟ من الجبال من هنا اسمك؟ شطرو عبد الله بيدرو براوة علي يا اخوان ما تفهموش معنا سلام سي عباس خدمت مرمى قبل؟ خادم 20 سنة في الشوان لا ما خدمتش خدمنا خليه عندك بطاقة؟ هي عندي باهي أما ضيعتها بطاقة؟ ليش تصلح البطاقة؟ بطاقة احتراف طلبتها ما عطونيش أما مش قاعد ليهم لا اللي جال نتاعهم ولا للدعم نتاعهم ها؟ خدمني حتى عساس وفاهم عساس نخدم ليل ونهار عساس أش قول؟ عاد عساس لازمني نخدم ونطر فرق ايش يخدم في المرمى شكرا حاجة بالجورني ولا بالجمعة ولا بالكنزة؟ بالجمعة سؤال أحسب له بالكنزة بالكنزة محتاج نخدم باهي بيدرو ايش يخدم بيدرو يرحم والديك يرحم والديك أنا والديك وكيما وعدناكم باش نواصلوا الجولة متاعنا وباش نزيدوا ناخذوا أكثر آراء متاع المواطنين حول مسألة بناء المدرسة هذه ولا حكاية أختي سمعت بحكاية بناء المدرسة؟ اي نعم وشنو رأيك في الحكاية هذه؟ حاجة هيلة ما كناش نحلموا به صحيح؟ الورال إن شاء الله ربي نبالي آمين نكمل ونشوفوا شكون آخر نشوفوا كان فما شكون عنده صغيرات ينجم يحكي لنا على تجربته أختي عندك صغيرات؟ هي ويمشوا للمدرسة؟ عندي 4 صغيرات وما يقروش بطلتهم حالة مؤسفة جدا بصراحة بصراحة والوضعية هذه باش تتغير عن قريب إن شاء الله إن شاء الله خويا سمعت ببناء المدرسة الجديدة اللي باش تكون في رقوج إن شاء الله أي وشنو رأيك في الحكاية هذه مش كانوا وفرونا الحاجات الأساسية خير الضوء ما عندناش في ديارنا حتى الماء يجيبوا فيه من بعيد صحيح صحيح نتفهموا رايك ونحاولوا نوصلوه و كانت معاكم روزا في النشرة اليومية لنقل أخبار رقوج وتوا ما بقى لي نقول لكم كان أريفيديرتشي باش تخليها هذه نخليها نتاعك المونتاج قاعد يعمل مدام روزا وصلت في الورا اللي كيفه؟ وصل لسلورال مستانسة نوصل له سلورال؟ لا مش على حاجة حبيت نفرح بيك يعني. تفرح بيا؟ ما عادش تعاودها واضح تفهم؟ واضح سلام هاي ولدي هاي خلي عليه سوي مد واي لحظة وقف خلت فاق لحظة سيلو رال حبيت نقول لك حب يقول لك الرجال شايفين اثنين مينة خايفين خايف انت وين منين خايف لا سيجار
ليش خايف؟ كان خايف من الحاج. ما عندك منيش تخاف. كان خايف مني ما خايف. تروح. انا باش نخرج معاكم المره هذه. برا ربي عين. هاي كمل اكسكرات من هاي هاتف الاخر هاي برا برا فيسا 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 هاي وقتي هاي لباس عليهم لباس انا مغادي كل سطح ماكلين شاربين ما عندي ثقة كان فيك انت عباس ربي فضلك يا باهي ساي 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 سكرنا يا معلم سيد ديناري سكرنا اهلا ايوا مرحبا بك يا بابا يعني جيت كما قلت لي توا جايني على اخر وقت في بالي مازال الوقت ايوا مش مشكل الراحة تاني حضرتولك الكونترات كونترات شني؟ هاي مبروك يا سيد هاكا ولات عندك أرض كاملة باسمك يا سيد أرض تاع شنو؟ واش أرض شنو يا أخي في بالكش أنت؟ في بالي بشي؟ الأرض تاع المدرسة الوراد القيادة باسمك يا سيدي مبروك ألف مبروك هاكا ولات عندك أرض كاملة عاداه صحة صحة سيد الوراد اللي قايد فيها باسمي الواه لا هذه الواه وعلاه وكيفاه حاجة مش عندينا الراح انت صح ليلة هنا باه بسلسة عمل استشارة قانونية صغيرة هاي تحب استشارة انا موجود لان نفهم في كل شيء ايش تحب تقول لا في العائلة ماشي مع العائلة دقيقة بركة اهلا خالي ايش تحب شنية حكاية الارض ذي قال لي اي صح شنو صح يا خالي شنو صح هذا صح صح هكاك وانا قلت لك صح اي صح بشوي صح من غير لا نظام باي باي انت تضمن قلت لك صح باي الهمه باي باي علاش تعيط انت تو اي هيك اش قالوا لي قالوا لي صح عمل صح وين صح صحيح هاي سيدي هاو الدرع اللي تحب عليه هاي انت نقعد شوية تو كومون ثالث مرة مبدلها شي انت مبدلو تلزا كل بحية راسك مبدلو هيكول الدرع هات هاي تنكر ان شاء الله مرة باركة تخليني نطيب لك على كيفي هيك طيب لي على كيفك وناكل صح اما الحقيقة ما كلتك ياسر متاع فرنسيس يعني ما عاجبك شيء من اللي طيبته لك ليه عاجبني عليه عندك هذيك اللي تعملها بالفرماج بني انا هذيك القدام المفروم اللازانيا لا كلمة قارونة هي لازانيا اسمها لازانيا زانيا لا قول الآل لازانيا ما تنساش الآل زانيا باهي يا ودي لازانيا لازانيا هي لازانيا صحيت زيد قعد قعد Gar. Il traffico.
برشا برشا تحبني نعملك تاول لازانيا تحب يقعد يقعد تعلمتها من عند أمك وين حاجة هاي محسن تعرفني الموضوع ده محبش نحكي فيه ترش الناس ش عندها امكانيات امكانيات وش سيد عليك اكو عندك في ركوش امكانيات ما عنديش امكانيات ما عنديش الضوء ذا انا ويتكلف هذا متكلف هي قولي لي تنشري تشيلي نشيلك اما رجع لك راه اي رجع لك اسمعني توك حكاية المدرسة مشيت يعني وتو باش تبني المدرسة وكل اسمع كلامي فك عليك من حكاية الكرنفال وجا نعملوا برامج نحكيوا فيهم على بناء المدرسة وخلي الناس تعرف وكيفاش انت باش تبدل رقوش وكل استدعى ذاك المهندس وسام يوسف ما هوش وسام ونستدعى فيه هو الواحد راه هو سبب ما علي دي أم انت صاحب المشروع انت للناس لازم تحكي معاهم وتقول لهم اللي انت باش تنقذ الطفوله متاع رقوش واللي الصغيرات هذوما ما عادش باش يبداو مطيشين في الشارع هكاك تنجينا الجمعه هذه مال الجمعه الجايه خير خاطر الجمعه هذه ما نجموش لا نحب الجمعه هذه الجمعه هذه عندي ضيف وفريق العمل كلمه مش وجاي شكون اللي مش وجاي ضيف علاش الزمقري مش وجاي ما كي كلمتيه قلت له ويجا نحكوا على البرة وعلى رجوج كيفاش تبدلك هو روح روح ننظر برك ما نقتلش الموت تعمل مشاكل ذرات ربي تيقومي يعني لازان تيقومي يعني تقضي بصحيح قومي يعني ترسلي نفرم في الحم تي باي كله باي شوف امكانيات يزرع عليك يوم فقاد يوم فقاد هبس ضرب نايل أميتكم اليوم باش نفرح بكم في عيد ميلاد السيارة وقول لنا أنت عباس تو تقول لنا حاجة على السيارة أنت نعرفك فهيم وتحفظ قول لنا تو حاجة على السيارة شي شعر خلي نقول لك تشنشينا خير قو هاي يا سيدي عادة هاي شد روحك شخرتها شخرة طيارة مشيتها مشيها قحتارة تكيت على صدرها بحرارة لهي خليقة لهي صنيعة أما ياسر قطعة ياسر مسرارة هيا طلع ولا موت خسارة هذه السيارة والله طلع أنا ما قلتش ليا دينير التراكتورات اللي كانوا قدام البلدية وشي وين يا رحمك الرحمن توفوا مشوف البت ولسكون تحت البت طاحت علينا اللطف عليه كيفاش هذا؟ كيفاش يا سيدي هذا البت؟ أنا نحكي لك الأمور كيفاش أيوة هما ما عندهم زوز كماين زوز كماين زوز تراكسوات حابوا يبيعوهم في البت القانون شو يقول؟ ثبت إعلان البتة في أي جريدة نهبط إعلان بالبتة في جريدة ما يقرا حد ممكن حتى مولاها ما في بالوش بها قاعدة تصدر الجريدة وكلمت انا اربع اصحابي حضروا للبت واحد يزيد على اخوه فهمت ما يفوتوش 20 مليون اشريناهم الاربع ب 20 مليون بعدين في السوق ب 100 مليون وقسمنا البيع امور قانونيه بالقانون اخي بالقانون يا خويا ما تعرف القانون وعلاش ما تدبرش لينا هكا بند نتكوا عليه وندخل معاكم في البت ندبر لك ندبر ليك بند تتك عليه والبت الجاي انت معانا الذكري ثاني باش نقرو لك حسابك في البت الجاي كلام ما عنديش فيه انا باي انا اعصر قهوه سربي قهوه اخلص على القهوه وذاك هيا مالا مشي واحده فيلتر تعيش طول عمرك زوال هيك ايه
أمي، في بالك جبت 28 على 30 في الحساب، والمعلمة قالت لي أنا أحسن واحد في العربي. صحيت عايش ولد كي نكبر تو نخليك تسافر لأي بقعة تحب. عايش ولد يا بي، جعانة. لا صح، تحب نقشر لك عبا برقدين؟ معنيش، أسف على خير. شاد لي مسيرش قشر لك عبا برقدين. اليوم نجيكم بخبر ولا في الأحلام، اليوم بلادنا باش تخرج من الظلمة اللي كانت فيها نحو النور، باش نحاولوا ناخذوا بعض الشهادات العفوية والتلقائية للمواطنين. شنو رأيك في بناء المدرسة؟
الله يعمل لنا من احسن الحاجات في رقوش. مشكور على الاخر. شكون؟ يرحم والدي. سير. اي يعني انت حسب رايك بناء المدرسه هذا هو اللي باش ينقذ الطفوله الضايعه؟ اي اي هو عمل لنا مدرسه. أي. ومشكور مشكور على الاخر لورال لورال. اي يعطيك الف صحه. شكرا. شكرا. احنا باش نواصلوا الجوله نتاعنا وباش نحاولوا ناخذوا احد الضحايا ونحاولوا نحكيوا معاه وناخذوا الشهاده نتاعه. شنو اسمك؟ ربيع. ربيع حاول ما تقربش برشا للميكرو. ربيع حبينا نعرفوا كيفاش تعدي نهارك. كيف يعني تمشي للمدرسه؟ لا. علاش؟ ولواش بعيده المدرسه. يعني شيء مؤسف حقيقه. شيء مؤسف يعني انت نهار كامل وانت في الشارع متخيله. يعني حاله ما تسرش. وضعيه غير عاديه حقيقة، غير عادية. شكرا شكرا ربيع. شكرا شكرا. باهيك وليت نشبه لك. في بالكم اللي نال؟ نال عبد نال اللي قدامكم. نال. شفت رقوجة دي كل؟ نجم نسكر تو حوانة رقوج الكل. أبي دويو. أبي فما قانون في البلاد وانت أكثر واحد تعرف القانون. نسكرهم بالقانون. كيفاش يا سيدي هذا؟ أو الزكري مثلا. تو أنت الزكري في القهوة نتاعك. عندك هذاك نتاع الحرايق الأحمر هذاك ستانكتير؟ حقيقة ما عنديش. تو بالقانون نسكر ليك القلب. هي مال باش تطفي انت بريد التاج. يو ثم راجل جاي من البر يا ودي. حل مشروع ممكن يخدم شطر رقوش. ماك تتذكروا عباس اللي سكرتوا له؟ اي سكرتوا له انت من ورا اللي عطاك دزه. مشيت سكرتوا له مشروع. علاش؟ ما عندوش محاض في الحانوت. بالقانون الزكري بيت. هاي سيدي اسمو وحبسوا ضرب الساعة. تو تغنوا لينا غناء يا اخر تو بكره تو مدندوا في نفس الغناء. برا سمعوا حويجه شي مكفيش على بركه الله. برا سمعنا حويجه بمناسبه عروس تاع رئيس. كرهبت الديناري يا بابا. قولهم يتبعوني.
كلهم يطفيوا الضوء.